من الضربات الأساسية في منهج الجنبية أو الخنجر هي الطعن عند الترقوة اليمنى ثم اليسرى، والثالثة تكون عند الأضلاع وتكون بالمرفق حسب إذا كان مثلا شايل سلاح هو، فتضرب على المرفق ماله. سويت أنا ثنتين، واحدة بخطوة أمامية باستخدام الرجل الأمامية فقط، والأخرى تكون خطوة كاملة بالرجل الأخرى، الرجل العكس. يعني شايفين هذه الخطوة العادية، ثم الآن نلاحظ بعد تسديد الطعنات خطوة أخرى بالرجل.